دونالد ترامب وميغان ماركل، كل واحد فيهم عنده رصيد وتاريخ من الهجوم على بعض، سواء بتلميحات أو قصف مباشر. يعني كده من الآخر أي أحد فيهم بيجيب سيرة الثاني أو بس بمجرد يرمي له كلام الدنيا بتقوم معاهم. ترامب خلال فترة رئاسته قالها وأعلنها بصراحة أنه مو من المعجبين بميغان، لدرجة أنه تمنى الحظ لهاري، يعني زي كأنه بيقول له شيل شيلتك ربنا يكون في عونك. وميغان من ناحية ثانية هي كمان ماخذة حقها أول بأول في الرد على منتقديها، وشفنا هذا الشيء في مقابلتها مع أوبرا اللي مسوية ضجة ليومنا هذا. فالمقابلة فتحت جبهة صراع جديدة بين ميغان وهاري والعائلة المالكة، وللآن القصر بيحاول يلم الموضوع. بس من جهة ثانية في معركة قامت بين ميغان وترامب، هذه المعركة بدأت لما طلع مستشار ترامب السابق جيسون ميلر في بودكاست ستيف بانن وكشف عن رأي ترامب في مقابلة أوبرا وينفري. ميلر قال إنه ترامب فكر يتكلم عن الموضوع بس بعدين غير رأيه، والسبب يعني أقولها بالعامية كأنه ابعد عن الشر وغني له. فترامب قال لميلر إنه لو علقنا بشيء سلبي عن ميغان ماركل فحتنطرد، وضرب مثل باللي صار مع بيرس مورغان وهو مذيع بريطاني معروف إنه ما بيحب ميغان ماركل، وقالوا حتى أو قيل إنه استقال من برنامجه على خلفية أزمة سببتها تصريحاته عنها. على العموم ترامب كمان قال لميلر إنه رأيه كان صحيح عن ميغان وإنها she's no good أو امرأة غير جيدة، وهو واقف في صف بيرس مورغان ضدها. طيب زي ما قلنا المعركة بين ميغان وترامب بدأت الأسبوع اللي فات لكنها تحولت لحرب بين الاثنين، وقت ما طلعت تسريبات بتقول إنه ميغان راح تترشح لرئاسة 2024، وإنه هي جالسة تستغل الضجة اللي عملاها المقابلة في التواصل مع كبار الديمقراطيين علشان تبني حملة وتكون فريق لجمع التبرعات للمنافسة على كرسي الرئيس. طبعا ما في داعي أقول لكم إنه هذه الأخبار أو الشائعات لأنه لسه ما في تأكيد عليها فجرت قنبلة، وهكذا جاء رد ترامب. What was your take on Meghan Markle now saying she meeting with Democrat operatives, she may want to run for president? Well, I hope that happens because if that happened, then I think I'd have an even stronger feeling toward running. I'm not a fan of hers. I think that what she talks about the royal family and the Queen, I happen to think I know the Queen, as you know. I've met with the Queen, and I think the Queen is a tremendous person, and I am not a fan of Meghan.